يعني كابتن احمد ناجي لما مش هنقول احترف الغنى شويه لكن عمل تجربه حلوه وتجربه مزيكا كويسه قوي، دي كانت هوايه ولا كانت احتراف؟ لان شكلها كان محترف جدا. لا وانا احترفت يعني، احترفت سنتين يعني اشتغلت، لكني زي ما يعني يعني طبعا مع احترامنا لكل الفنانين واصحابنا وحبايبنا وكل حاجه، هو يعني مش كارك يعني. لا وجدت صعوبه شديده ان انا اكمل فيه، ان انا ابقى يعني موجود بشكل انه ليه معطيات ومفردات وحاجات كتير جدا طبعا لازم تبقى تعملها عشان تبقى متواجد في الوسط يعني. طبعا انا يعني ما استحملتش كتير يعني، كان ممكن استحمل وكان ممكن استمر، لكن يعني من اول يعني هزه انا يعني ما كملتش. لكن طبعا كانت تجربه حلوه وكان كلام محترم جدا والحان كويس. تعاملت مع مين في المجال الفني؟ انا تعاملت مع شركه صوت الحب او الاي ام اي اللي هي الشركه اليوناني اللي هي كانت فرع في صوت الحب، وتعاملت مع العظيم مصطفى الشندويلي في الكلام طبعا رحمه الله عليه، والاستاذ الكبير سامي الحفناوي يعني كان هو اللي عامل الالحان والتوزيع. فكانت تجربة بالنسبة لي، وطبعا مش هنسى فضل الأستاذ محمد حمزة، هو صاحب الفكرة محمد حمزة الشاعر الكبير طبعا يرحمه، وطبعا كان نظرا لتواجده الدائم في النادي الأهلي وفي حديقة النادي الأهلي وصداقتي بيه، فهو اللي قال يعني عرض ده كان قريب من حضرتك قوي قوي. أنا اللي كنت قريب منه بقى، مش هو اللي كان قريب مني. يعني أنتوا كنتوا قريبين من بعض؟ كنت قريب منه جدا، أحبه جدا، هو كان على المستوى الإنساني شخص مش طبيعي يعني، انسان من الدرجه الاولى. ففعلا كان صداقتنا كانت سبب في ان انا يعني اعمل الكاسيت. يعني انت عارف الاعداد عندنا شاطر. تغنيت قدام محمد عبد الوهاب بسبب طبعا الاستاذ حمزه يعني، فهو خدني لاستاذنا الكبير، وبس هو قال انه هتعمل الشغل بدون اجر. يعني طبعا كان اي حد يتمنى طبعا يعني، لكن انا اخدتني الجلاله ازاي بدون اجر وكلام من كده. والوسط الفني عامل زي الوسط الرياضي، لما تغني قدام يعني الوسط الفني محمد عبد الوهاب طبعا ويبقى فيه لا لا، وكانت قصه بقى اعجاب بالصوت من الاساس، مجد العمروسي والقصه كده كانت يعني قال يعني عبد الحليم حافظ يعني لكن هو الموضوع كان يعني زي ما تقول انت حتى وانت في النادي الاهلي بقت سقف طموحاتك كبير طبعا، فانت ليه طيب ما انت نمبر 1 بالظبط كده. ف جت بقول لك الوسط الفني زي الوسط الرياضي، اي حد يقول لا ده احمد راح لفلان ومش عارف ايه، فلقيت صوت الحب جايين وعايزين يعملوا عقد 3 سنين وثلاث لا، فكان شكلها افضل يعني تمام. فقلت استاذ حمزه في مقابل وبتاع بالظبط كده فحسيت ان انت محترف وإعلان بقى واعلانات ومش عارف ايه فاشتغلت معاهم وعملنا شغل كويس جدا. في مطربين في الجيل ده تعاملت معاهم بشكل معين؟ كلهم يعني كلهم كانوا اصحابي، حامد ومصطفى وهشام عباس، كل الناس كنا يعني، وايهاب توفيق طبعا اهلاوي كبير، وكل الناس مفيش حد، والشعراء كلهم احمد شتا وعماد حسن وعوض بدوي، كل الناس لا كانوا اصحابي اساسا من الاصايص يعني، يعني كنا اصحاب يعني قبل حتى انا ما اعمل اي حاجه. هو انا حابب يعني اصحابي في الوسط الفني كلهم حاببهم وما زلت يعني، بهاء الدين محمد بنتكلم، وكل الناس يعني مش عايز انسى حد يعني، كلهم صحابي كلهم حبايبي وكلهم